للمزيد ينضم الي من لندن زميل تامر نجم المحلل المالي للشرق ولتحليل هذه البيانات. تامر اهلا بك. و 187 الف وظيفه، ولكن واضح يعني الضغوط التضخميه التي تاتي من ناحيه الاجور في الاقتصاد الامريكي واضح انها مرتفعه اعلى من التوقعات، يعني الافرج اورلي ايرنينجز 0.4% تقريبا اعلى من المتوقع 0.3%، وكذلك حتى على اساس سنوي يعني 4.4% نمو في الاجور. يعني لا يمكن ان نقول أن الضغوط التضخمية تتلاشى وأن هناك ضعف واضح في سوق العمل على الإطلاق. مساء الخير محمد. بالتأكيد طالما كان سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية يبلي بلاء حسنا على مدار أكثر من عام، كل الأرقام كانت تأتي أفضل من توقعات وأعلى من توقعات المحللين، وكانت تأتي مفاجأة، وبالتأكيد كانت تمثل ضغوط كبيرة على صانع السياسات في بنك الاحتياط الأمريكي، مما جعل قرارات رفع أسعار الفائدة أسهل بكثير، ودائما يضع صوب أعينهم أسعار أو نسبة ارتفاعات في الأجور لأنها هي المعنية بطلب محمد. بالتأكيد الأرقام التي نشهدها الآن تزيد الضغوط على صانع السياسات، الأرقام ليست جيدة بالتأكيد على أداء الأسواق، الأسواق الأوروبية اليوم جميعها في المنطقة الحمراء الآن بعد تباين كبير في الأداء، حيث استهلت التعاملات على ارتفاعات على جميع المؤشرات، ولكن سرعان ما جاءت الضغوط البيعية، وهذا يؤكد على ضعف الأسواق وهشاشة الأسواق في هذه الأثناء. المخاوف عادت من جديد في ظل كل هذه البيانات السلبية التي نشاهدها يوم بعد يوم، وخصوصا بعد التراجعات أو المفاجآت التي شاهدناها على مدار الأسبوع الماضي من نتائج أعمال مخيبة للأمام في مجملها، في سواء كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا. أيضا تخفيض الائتماني الذي جاء من فيتش، وكالة فيتش على الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الضغوط وارتفاع أسعار الفوائد التي نشهده رأينا بالأمس، بنك إنجلترا يرفع مجددا 25 نقطة أساس، ولا يوجد ما يدعو للمستثمرون بأن الفوائد أو أسعار الفوائد المرتفعة قد تكون على موعد أو مقربة من التراجعات في الوقت القريب. الجميع الرسائل التي تأتي من البنوك المركزية بأن الفوائد المرتفعة جاءت لتبقى لفترة أطول، كل هذه الأجواء تخيم وتلقي بظلالها بطبيعة الحال على أداء المؤشرات ضغوط سلبية، وتفتقر الأسواق إلى المحفزات في هذه الأثناء مما يضعها فريسة إلى هذه التراجعات والضغوط البيعية. إلى أي مدى تامر؟ يعني إلى متى ستستمر؟ إذا افترضنا أنه الآن يعني أسعار السندات تتراجع بهذه الكيفية وتسعر عوائد أعلى، لكن إلى متى ستسعر عوائد أعلى من العوائد الحالية التي تعتبر مرتفعة بالفعل؟ يعني وحينما نتحدث مثلا عن العوائد قصيرة الأجل، عوائد السنتين في أمريكا، هذه مستويات تقترب من مستويات عام 2006، وكذلك أيضا حتى بالنسبة للعوائد طويلة الأجل 10 سنوات 30 عاما واضح أنه يعني هناك توجه لعوائد أعلى. السؤال هو إلى أين؟ الواقع الآن محمد بأن ما جاء من نتائج أعمال للشركات يعتبر مفاجأة سلبية للأسواق، وهذا ما ترتب عليه هذه الضغوط البيعية. كانت الأسواق تعول كثيرا على الأداء المالي للشركات ومدى قدرة الشركات العاملة في الأسواق على تحقيق النمو وتحقيق هوامش الربحية المتوقعة، ولكن نتائج الأعمال هذه جاءت مخيبة للأمال. الأسواق الآن لا توجد أي محفزات سواء كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أو الأسواق الأوروبية لرفع الأسواق وتغيير المشهد أو الصورة العامة أو عودة الزخم والقوى الشرائية أو شهية المخاطرة للأسواق. الأسواق الآن أصبحت هشة بطريقة كبرى وأصبحت فريسة لكل هذه الأخبار السلبية، ولا ينتظر أو لا أحد يتوقع إلى أي مدى وإلى أين سوف تذهب الأسواق في الفترة المقبلة محمد. يعني والله يعني ايضا الان الاحظ وانا اقرا بقيه البيانات تامر انه حتى قراءه الشهر الماضي قراءه يونيو التي كانت ب 209 الف وظيفه عدلت ايضا بالخفض 185 الف وظيفه، يعني تعديل بالخفض هو ايضا رقم فرق كبير بالنسبه للتعديل في البيانات. هل ربما قراتها السوق يعني بعيدا عن النمو في الاجور، هل ربما قراتها السوق انه اخيرا
شاهدنا بيانات الوظائف او شاهدنا الاقتصاد يضيف وظائف باقل من التوقعات بعد عده اشهر يعني او اكثر من عده اشهر، الحديث عن اكثر من عام. دائما كان النون فارم ياتي باعلى من التوقعات واحيانا كان ياتي حتى بارقام ضعف التوقعات. قد يكون هذا التراجع محمد هو بسبب السياسة التشددية النقدية، وقد نكون وصلنا إلى مرحلة تغيير الاتجاه في هذه الأثناء، لكن لا أحد يستطيع التكهن إلى أي مدى هذه أو هذا التحليل قد يكون سليم. قد يكون هذه قراءة شهرية فقط، ولكن لن تكون sustainable أو لن نستطيع أن تستمر في هذا الاتجاه، ولكن على الأقل رأينا تراجعا عن المستويات المتوقعة من قبل المحللين، ولكن ما زالت ارتفاع الأجور ما زالت تبحر في الاتجاه المعاكس ضد التيار الذي كانت ترغبه الأسواق. شكرا لك زميل تامر نجم مراسل الشركة ومحلل الشركة على هذه المتابعة.